هل حان وقت الوداع أم أنها أزمة وستمضي؟ تراجع كبير هو ما تشهده سوق أجهزة الحاسوب المكتبي والذي يعرف بالبي سي أو الكمبيوتر الشخصي. تراجع يعبر عنه بقلق أبرز مصنعي معالجات الحواسيب، حيث يؤكد مسؤولون في شركتي أنتل وآي إم دي أن سوق الكمبيوتر الشخصي في تراجع مخيف خلال الفترة الحالية. التراجع الحالي يا سهام ينذر بأزمة أرباح خلال ربع السنة الثالث في أكبر مراكز بيع الرقائق المعدنية الخاصة بالحواسيب، في حين أبلغت شركة أنتل المستثمرين أنها تتوقع انخفاضاً إجمالياً في سوق الكمبيوتر الشخصي بنسبة 10%. إجمالي شحنات الكمبيوتر في جميع أنحاء العالم بلغ نحو 72 مليون وحدة في الربع الثاني من هذا العام عام 2022، ليحقق انخفاضاً قدره 12.6% عن الربع الثاني من عام 2021 بحسب ما أعلنته شركة غارتنر، وهو أكبر انخفاض تشهده السوق في 9 سنوات. على كل المزيد مع الزميلة هند إبراهيم من واشنطن. أضحت أجهزة الكمبيوتر نوافذ نتواصل عبرها مع العالم، خصوصاً في ظل جائحة كورونا التي أجبرت معظم سكان المعمورة على العمل والدراسة والتسوق من المنزل، بل إن التزام الناس بيوتهم رفع أعداد مستخدمي صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الترفيهية، ما أدى إلى زيادة الطلب على الكمبيوتر الشخصي. لكن هذا السوق يواجه الآن انهياراً سريعاً. شركتا أنتل وأي إم دي عملاقتا صانعي الرقائق توقعتا انخفاض الإقبال على أجهزة الكمبيوتر بنسبة 15% خلال أشهر، الأمر الذي أدى إلى هبوط أسهم الشركتين. لكن تراجع مبيعات أجهزة الكمبيوتر لن يؤثر على بيع الرقائق التي تحتاجها مراكز حفظ البيانات، إذ من المتوقع أن تصل نسبة الربح الإجمالي لمبيعات رقائق شركة AMD إلى 54%. تقليص الإنفاق على أجهزة الكمبيوتر يعني أيضاً أن فصولاً باهتة وتوقعات منخفضة تنتظر صانعي تلك الأجهزة مثل شركتي ديل و HP خلال الأسابيع المقبلة. ومع هذا ثم أمل أن يستعيد السوق عافيته في الربع الأخير من العام مع ارتفاع معدلات شراء الكمبيوترات الشخصية خلال العطلات وأعياد رأس السنة الميلادية. لصباح العربية، هند إبراهيم، واشنطن. على كل من الرياض ينضم إلينا المؤثر والمهتم بالتقنية فيصل السيف. فيصل، يسعد صباحك، أهلا بك في صباح العربية من جديد. يا أهلا وسهلا، صباحكم الله بالخير وعسى يومكم دائما خير وبركة. طيب فيصل، انخفاض للطلب على أجهزة الكمبيوتر، لماذا من الناحية التقنية؟ هل بسبب مشاكل في توريد المكونات من آسيا كما يتردد، أم تراجع في شهية المستهلكين وتغير أولوياتهم؟ الأمر المرجح هو النقطة الثانية اللي انت ذكرتيها، اللي هي تراجع شهية المستخدمين. وفعليا رجعنا لنفس الوتيرة اللي هي عام 2019 قبل الجائحة، وكان تناقص جدا عالي في عدد المستخدمين في مجال الكمبيوترات. هذا الأمر بطبيعة الحال قاعد ينجم عن تبني ضخم للجوالات، الجوالات صارت ذكية، فالأجهزة الذكية حقت الهاتف المحمول الحين استبدلت الكثير من الأجهزة. ولو شفناها على مثال دقيق بيننا في مجتمعنا، زمان قبل 10 سنوات لقينا ناس كثير عندهم كمبيوترات يتمشوا فيها، الحين الموضوع تغير بشكل كبير ولقينا أكثر الناس يعتمدون على الجوالات، بل إنه كثير من المنازل ما فيها إلا كمبيوتر واحد على عكسهم. نعم فيصل، يعني دائما عندنا حنين للقديم وخايفين إنه هالمرة يكون في أشياء تانية. طبعا كلنا نتذكر أشرطة الكاسيت أو التيبس اللي يكون الأوديو الصوت، وهلأ خايفين إنه يكون في برضو
حنين للأجهزة الثانية، هل هناك خطة أو فكرة برضو الأبل شاشات الأبل برضو تكون من هالفئة من مثل ما صار بالبي سي ولا لا برأيك؟ إذا تكلمنا عن الكمبيوترات مجملة المحمولة من أبل وغيرها من شركات العالم، وفي تقريركم من شركة إنتل، حنعرف أنه إنتل نفسها كأجهزتها نعم للمستخدمين قاعدين كمش السود بشكل كبير، ولكن من الشركات الموضوع ما زال صحي، ما زال كويس. المستثمرين نعم حيواجهوا نقدر نقول نقمة نزول الأرباح، ولكن إذا تكلمنا عن الشركات فما زالت الشركات والمصانع وكثير من الأعمال تعتمد على الكمبيوترات بحد أساسي أو بشكل أساسي في أعمالها. زي عندكم مثلا في العربية تلاقوا أنه صعب أنكم تديروا الأخبار من خلال جوال، سهل جدا أنكم تتمم الأمور من الكمبيوتر. ففي قطاع المستخدمين هو اللي قاعد ينكمش، وقطاع الأعمال زي ما هو صحي، فالكم هو اللي اختلف. طب فيصل، يعني شركات عملاقة حققت خسائر كبيرة بسبب تراجع الطلب على أجهزة الكمبيوتر، هل يمكن أن تعوض خسائرها من جوانب أخرى كألعاب الكمبيوتر مثلا، خصوصا هناك طلب على رقائق خوادم الجديدة والقوية في هذه الفترة؟ جميل جدا السؤال. لو رجعنا بالتاريخ إلى 10 سنوات الوراء، حنلاحظ أن شركة إنتل كانت شايف في المستقبل أنه نعم حيقل الطلب على الرقائق، فبدأوا يدخلوا في مجموعة أعمال ثانية زي رقائق الجوال المحمول، دخلوا فيها وما زالوا متواجدين فيها ولكن ليس بالكم الكبير. شركة AMD على الصعيد الآخر هم الشركة اللي قدروا يدخلوا في مجال نقدر نقول وحدات معالجة الصورة، مو فقط المعالجات العادية CPUs، ولكن ما في ذاك الشهرة الضخمة لأنه اعتماد أصلا معالجات الصور على نفس الكمبيوترات ومعالجات الأساسية. فهلاقي أنه البدائل ما هي موجودة بشكل كبير لهذه الشركتين، كون أنه البدائل يعتمد عليها كثير من المستخدمين من شركات أخرى أو كثير من المصنعين من شركات أخرى. ونشوف حركة أبل الأخيرة بأنهم تبنوا السيليكون الخاص فيهم، المعالجات الخاص فيهم، هذا كمان أدى إلى ضرر لشركاء سابقين لهم زي إنتل في معالجاتهم والكمية اللي يأخذوها منهم. نعم فيصل، هل يعني سيكون هناك تحفيز إذا صح التعبير لشركات أخرى برضو تختفي منتجاتها التقليدية اللي بنعرفها من الأسواق ولا لا؟ ما أظن في الوقت القريب حنشوف شركات تقنية كبيرة عملاقة زي إنتل و AMD نشوف منتجاتها تختفي، لأنه كل الموضوع أنه الكم اختلف بنسبة تصل لـ10-20%. هذا الأمر لا يعني اختفاء الأعمال بشكل كامل، يعني يمكن ينكمش أعمالهم إلى 30-40% وبعدين يكون في ثبات من ناحية كم الاستخدام، ولكن أنهم يختفوا ما أظن، بل أنه لو رجعنا تاريخيا حنلاقي أنه دائما يجي في مجال التقنية شيء يستبدل شيء. ولكن أكبر الحقبات اللي قاعدين نمر عليها الحين هي حقبة الهاتف المحمول، موجودة من زمان، حقبة الجوالات اللابتوبات الأجهزة اللابتوب والكمبيوتر الشخصي ما زالت مستمرة من الثمانينات. بنلاقي أنه نعم كل ما لها هذه التقنيات تنضج وتنتشر أكثر لأنها تؤدي غرض كبير، وما شفنا أي شيء واقعي يستبدلها بشكل جميل. تنورنا وتفيدنا دائما في صباح العربية من الرياض. شكرا دائما للمؤثر والمهتم بالتقنية فيصل السيف.